ومن الرياضة إلى أخبار الصحة في فقرة المستشار الطبي، سنتحدث عن مسببات أمراض القلب وانسداد الشرايين وكيفية تجنبها. القلب من أهم أعضاء جسم الإنسان، لأنه العضو المسؤول عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، لتقوم هذه الخلايا بأخذ الأكسجين من الدم واستغلاله في إنتاج غذائها. وانسداد الشرايين المؤدية إلى القلب أو الدماغ ينتج بسبب تراكم المواد الدهنية، مما يعيق تدفق الدم. ونتيجة لهذا، فإن الأكسجين والمواد المغذية التي يحملها الدم لا يمكن أن تصل إلى مختلف أعضاء الجسم والأنسجة، ويحتمل أن تسبب الضرر الهائل ومنع الأعضاء من العمل بشكل صحيح. يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور عارف النورياني، مستشار الخاص وكبير أطباء أمراض القلب التدخلية في مستشفى جامعة الشارقة. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلاً، شرفتنا وحديث مهم جدا. الله يبعد كل هالأمراض يا رب عن الجميع طبعا، ولكن نحن نتحدث عن هذه الأمراض وكيف نتجنبها وكيفية علاجها إذا ما ظهرت. ما هي أبرز مسببات أمراض القلب والشرايين دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة طبعا احنا الكل صار من الأشياء المعروفة أن أمراض القلب تشكل أو هاجس على مستوى العالم، لأنه يعتبر السبب الأول في الوفيات على مستوى العالم. يعني في الولايات المتحدة يمكن أكثر من 30 مليون شخص معرضين لهالإصابة وأمراض القلب، فلنا نتخيل الأعداد الملايين اللي صارت تشكو من آلام صدرية أو بأمراض مصاحبة للأوعية الدموية والقلب. بالتأكيد الأسباب أيضا ليست خفية، يعني نذكر منها بالدرجة الأولى السكري، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، ارتفاع نسبة الكوليسترول اللي ذكرتي حضرتك من شوية بسبب من الأسباب الرئيسية، والعامل الوراثي، السمنة الزائدة، بالإضافة إلى العامل الاسترس المعروف طبعا في الحياة المدنية والعصرية، والأمور الأخرى أسلوب حياتنا الخمول. هذه ما نتحرك إذا نحن هنا بالبداية نقدر نقول الخمول والكسل وعدم ممارسة الرياضة هي السبب الرئيسي لكل هالأمور بشكل عام. نعم دكتور. طب كيف يمكن نتجنب هذه الأمراض والله يبعدها عن الجميع؟ الحركة نحن نقولها بالعميل حركة بركة. صحيح. لكن ما حدا بياخذها وبياخذوها كمزحة. نحن نبركن قدام المدخل بالضبط، ما نمشي ولا متر ولا متر. هو يا ريت بعد نمشي المتر هذا، بعد لازم ندق الهرن ونخلي راح صاحب المحل يطلع بالشمس ويجيب لك اياه. يعني انا اذكر يعني طرفة ان احد الاطباء ذكرت لي حصل عرض ببريطانيا، فقلت له ليش ما تروح بريطانيا؟ قال لي يا اخي انا هني سيجارة تطلع لي للغرفة، اللاندري يجيني للغرفة، أسير بريطاني أركض أنا وراء الأمور. أيوة. طبيب يتكلم بهال، يعني هي طرفة لكن يدل على الانطباع السائد أو الحياة. نحن فطريا يعني نميل للكسل أكثر وللخمول، وأعتقد هذا في كل العالم ليس عندنا بس، ولكن في الغرب صارت المنافسة وطلب العمل هذه أثرت أنهم والجو طبعا اللي هي هو الحجة لدى المعظم الغالبية هني أن الجو هو يمنعنا وين نروح نتمشى. مع أن ما شاء الله الأماكن المغلقة هني يعني لا تعد ولا تحصى، تفضلي مكيفة أو مجهزة. المراكز التدريب موجودة في البيت، ممكن تجلب آلات وأجهزة إذا حبيت من غير أجهزة. والسباحة طبعا أيضا يعني هي الحل الأمثل في الحر، في الجو يعني الحار. صحيح. أنا أنت أعتقد أنت اللي عندك قاعدة تذكرين أشياء بديهيات موجودة بس ما نشوفها. نحن نتحجج. فالحركة أهم عامل، أو النشاط الرياضي بمعنى شوي بكلمة محترفة شوي نطلق عليها بروفيشنال أكثر، نقول الاكسرسايز أو التدريبات. لكن نحن ما نطلب التدريبات المرهقة. إنما نطلب من الناس الاعتدال، وديننا أمرنا بالاعتدال. مثلا دكتور الاعتدال بمعنى أنا مش مطلوب منك أنك تركض لي في اليوم 4 ساعات 3 ساعات، ولا تعمل ملاكمة، ولا أقولك تشيل حديد ترفع أثقال، ولا قاعد أطلب منك تسبح لي 5 ميل ولا لا. نحن نطلب
المشي، سباحة خفيفة، ساعة نص ساعة إلى 45 دقيقة بمعدل 5 أيام إذا كان كل الأسبوع خير وبركة. جميل. بس نقول نحن على الأقل 5 أيام في الأسبوع، وهذه حسب نصائح المنظمات العالمية والجمعيات الأمريكية والأوروبية لأمراض القلب. ممكن أن تصنع فرق جداً. رهيب صح دكتور؟ يعني هاي النص ساعة اللي أنتوا طالبينها من أي شخص، تخيلي ماذا يمكن أن تفعل؟ 35% تنقص لك نسبتك من تعرضك لضغط الدم. الناس عملوا دراسة بين الناس اللي ما تمارس رياضة والناس، وجدوا أن 35% أنت عندك القدرة أنك تنقص من خطورة إصابتك بضغط الدم المرتفع. 60% من نسبة أمراض القلب يتفادونها الناس لما عملوا مقارنة بين اللي يمارسون رياضة وغير، تصل إلى 58% نسبة انخفاض إصابتك وتعرضك لإصابتك بأمراض القلب مقارنة بالغير ممارس للرياضة. فإذا في أرقام كبيرة طبعا، والثمن بسيط، الجهد يعني النص ساعة، يعني نحن نقضي ساعات على الهواتف الذكية وأمام التلفزيون يعني فنستطيع أن نقوم بهذا النشاط، مهرجانات ونحضر حفلات أحيانا تستمر لست إلى ثمان ساعات، مهرجانات اجتماعات مؤتمرات بالساعات من 7 صباحا، ولا كلل ولا ملل. بس إذا طلبتي من إنسان نصف ساعة مشي أو ايروبيك أو يعني أي نشاط رياضي، نشاط في البيت حتى ممكن ما تتحجج، النشاط موجود بأي مكان كنت. نعم. فهذه كلها راح تساعد في خفض، طبعا هذا للكبار، نحن إذا ذكرنا الأطفال، الأطفال راح يساهم في تقوية عظامهم، نمو العضلة تحتاج إلى حافز دائما، عضلة القلب تفضلتي إن هي عضلة، والعضلة عشان تعمل وتعطيك تدرب الحياة كلها، نبدأ بالأطفال مهم جدا. حتى لو أنت ذكرتي نفسك في مرة بعد رياضة والسباحة تلاقي نفسك نشيطة طبعا، تحسي بفرق خفيف جسم الإنسان، المزاج غير يختلف تماما، ما يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. صحيح دكتور صحيح. بالفعل الحركة راح تكون تساهم في خفض الوزن، في أشياء كثيرة، عندنا الاكتئاب كثير عند الناس لما تمارس رياضة، نسبة الاكتئاب والارتحار عالية النسبة. الناس اللي بتمارس رياضة وكذا اجتماعيا علاقاتهم بشكل أكبر، في تواصل اجتماعي أكثر، اللي قاعد بالبيت على الآيفون ولا الآيباد، انعزالية وانطوائية. نعم. طيب دكتور، أضرار الشيشة والدخان يعني كيف تكون على القلب والشرايين؟ أنا ذكرت من فترة رقم يعني طلع مؤخرا، التدخين عامل رئيسي مش بس بالقلب، ايضا عفاك الله السرطانات والامراض الخبيثه وعي الدمويه، انسدادات يسمونها قدم المدخن، الناس اللي عندها المشاكل بتعرفها، الام منتصف الليل لا لها علاج ولا لها شيء. فالتدخين عامل رئيسي في اصابه الشرايين بالتصلب والانسدادات. نحن ايضا كاطباء قسطره لما نشوف الشرايين المدخنين تماما غير اختلف على الغير مدخن، حتى لو الكوليسترول في فرق، لكن المدخن تلاقين شرايينه التجمعات ترسبات متحجرة بفعل النيكوتين كذا، بالإضافة إلى صعوبة التنفس وأشياء أخرى كثيرة بالتدخين. نعم. دكتور خلنا نتكلم أيضا عن، هل هناك فئات محددة يمنع عنها ممارسة الرياضة ممن يعانون من أمراض القلب؟ بالتأكيد نحن يجب أن نفصل بين مثل ما قلنا مراحل سنية وأيضا الحالات الفردية، يعني مريض لا يشكو من إصابات أو أمراض غير عن مريض يشكو من تليفات رئوية، فشل في عضلة القلب، سكتات دماغية سابقة، هذه فئات من الناس يجب أن يكون تحت إشراف طبيب ممارسة الرياضة، ولهم بروتوكولات معينة. صحيح. بمشي متزن. صحيح. بدون سلوبس أو بدون سلوب، ويقف عند تعرض لأي ضيق تنفس أو آلام بالصدر. في بعض للأسف الانطباع عندهم بيجونا في العيادة، مثلا كنت في العيادة مؤخرا في مستشفى الجامعة، فكان واحد من المرضى قال لي دكتور أنا جاني ألم في الصدر ومشيت كملت مشي، قلت بيروح كملت زيادة وزاد. فأنت ما تعاند الموضوع. أيوة. يجب الإنسان يعرف حدود الجهد المطلوب منه، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، بمعنى أعرف شو حالتي الطبية، أشاور الطبيب، أخذ نصح، لأن لهم برنامج خاص. فلا يجب المقارنة بين الإنسان الغير مريض مع الإنسان المريض.
طب دكتور، أدوية القلب حاليا والشرايين والعلاجات الطبية أكيد اختلفت عن السابق. يعني لو أقول لك في ثورة صايرة. جميل. ثورة بمعنى الكلمة في عالم الطب في بالذات مجال القلب والأوعية الدموية. نعم. نتأكد في عالم التجميل لهم أيضا ثورة. صحيح. لكن صحيح. في القلب يعني شهدت الفترة الماضية سابقة غريبة. علاجات من بعد، علاجات بالرجل الآلي. كما شاهدنا مؤخرا أجهزة وأدوات، قساطر وأدوية. عقاقير. نعم. صارت خلال المؤتمرات التي تحضرونها دائما، يعني بحكم يعني جولاتكم حول العالم أكيد دائما لديكم الجديد. والحلم الآن على الحبة الواحدة يسمونها المونوبيلا أيوة ما هي؟ شو العلاج؟ نحن الآن كل الدنيا قاعدة تحاول تختصر الأدوية بحبة واحدة، لأن دائما يحلي لهم اللي يعانون من أمراض عندهم يعني علبة كاملة وفيها مجموعة كبيرة من الحبوب، أحيانا تصل إلى 20 و30 حبة في اليوم. صحيح. وأعتقد هني يمكن يجب تنويهها جدا مهم، لأن سبب رئيسي من توقف المرضى من أخذ الأدوية اللي هو تكرار الحبوب وتعددها. فصارت في شركات بدأت تجمع بين حبتين وثلاث حبات في حبة واحدة. مونوبيل. أوكي. فالأمل أن يكون حتى في 7 بيل في بيل واحدة و10 بيل في بيل واحدة، هاي راح تسهل طبعاً الكومبلاينس أو الالتزام بأخذ العقاقير. والمضاعفات احيانا تضارب الادويه يعني الادويه تغيرت سواء للسكري للضغط، هاي الاشياء كنا نحن من 10 سنين تماما شيء انواع اخرى. فبالله الحمد يعني صار في تطور في نوع العلاجات ومفعول الدواء صار اطول بفترات متحكم فيها. اخبار طيبه. الله يبعد كل هاي الامراض عن الجميع. كما ذكرت ممارسه الرياضه وتجنب هذه الاكلات المشبعه بالدهون ممكن ان تقينا من الكثير من الامراض. شكرا لك الدكتور عارف النورياني، مستشار الخاص وكبير اطباء امراض القلب التدخليه في مستشفى جامعه الشارقه. يا مرحبا بك. شكرا لك. شاهدينا.